يا أهلا يا أهلا، أجواء رمضانية بحتة. راح أسوي معاكم هذه الصينية اليوم، سووها للصايمين عندكم بإذن الله. الصينية هذه شفت أختي مسويتها من كم يوم، ومرة قلت راح أسويها مع متابعاتي، شكلها يشوق. صينية الدجاج مع البطاطا المقرمشة، قليت بطاطس مقرمشة يعني سويتها كريسبي هذه، وخليتها على جنب، بنحطها للوجه وبناكلها مع خبز. بس هي صينية بسيطة صغيرونة، فعشان كذا هذه مكوناتها. مكوناتها سهلة، راح نحتاج طبعا هنا صوص البافلو أو صلصة الأجنحة من أي شركة، والصلصة الفرنسية، وفيها برضو صوص الكريمة بنسويه مع بعض بعد شوي. بنجهز حشوتنا. أول شي بنات، سخن الزيت، حطيت فيه البصل ونخليه يذبل وياخذ له لون. لما نوصل هذه المرحلة تقريبا يذبل، بس لسه شوي يعني أخذ له لون بس فاتح، راح أضيف الثوم وراح أضيف فست شوي هنا، معليش. راح أضيف الدجاج، قطعته شرايح، قطعوا بالطريقة اللي أنتوا تحبونها أو تفضلونها، أنا قطعته شرايح. هذا صحن واحد. المشروم يحتاج وقت للنضج، فراح أضيفه مع الدجاج، وأنا عيالي ما يحبون الفلفل البارد كرنشي، فراح أضيفه كله معاه ونخليهم كلهم يستوون مع بعض. إضافة من عندي يا جماعة، راح أضيف ذرة، أحب أنا الذرة في الصواني. عندي كاري وبابريكا وملح، استخدمت كاري التوليفة طبعا. عندنا معجون طماطم حول الملعقتين. بسبك هذه الأشياء ولا لا لسه؟ بحط صلصة فرنسية ملعقة تقريبا أيضا حول الملعقتين، وبحط صلصة البافلو أو صلصة الأجنحة أيضا حول قد اللي تبينه، في نوع سبايسي ونوع لا. تعالوا نسبكها شوي مع بعض. ريحة الصينية ما شاء الله تبارك الله مجنونة. شكرا شذاوي، حاسة انها بتكون يامي. خلها تتسبك عدل مدل واقول لكم ايش بضيف. شوفوا كذا بس عن قرب، حابة انكم تشوفون. عن قرب تشهي. أنا الآن طفيت الحرارة وراح أضيف الكزبرة، وبخلي جزء منها أحتاجه للوجه. خلاص صارت حشوة جاهزة، أنا طفيت الحرارة الحين. شوفوا هنا يا جماعة، حطيت بطاطس في الصينية، وهنا بحط عليها الحشوة اللي أنا سويتها ونرتبها. شكل الحشوة يعني تقول كليني. بنحط عليها صوص وأجبان وأشياء، وفي الأخير بقول لكم إيش راح أحط. خل بس أرتبها ونرجع. هنا يا بنات الصوص عبارة عن كريمة طبخ وقشطة وجبن كاسات، أخلطهم مع بعض. أختي خلطتهم على النار شوي، أنا بخلطهم يدويا وبصبهم عليه. راح أخذ الآن الصوص وأصبه عليه، وبنحط عليه الموزاريلا وندخل الفرن يتحمر. طبعا انا ما راح ادخله الحين، بدخله قبل المغرب. الان يا جماعه راح اضيف جبن الموزاريلا، بس انا صراحه ما عندي موزاريلا، عندي خلطه الاجبان الاربعه بصور لكم اياها، فبحطها. هي عباره عن تشيدر وامنتل وقشقوان وموزاريلا، فبحطها هنا وندخلها بعدها الفرن. هذه خلطة الأجبان اللي استخدمتها من بريزيدنت، الأجبان الأربعة هذه يا بنات. ما شاء الله تبارك الله، الشكل والريحة حكاية. إيش اللي راح أسويه؟ أبحط عليه البطاطا المقرمشة، ولا كيف تصير صينية البطاطا المقرمشة؟ أبحطها عليه بهذا الشكل. طبعا كنت راح تسألون شلون قطعتيه وشلون سويتيه، فأتوقع أني بكون حطت لكم الصورة قبل ما تسألون.
بنثر عليه الكزبرة. أختي حطت سماق وحطت رانش، أنا بحط رانش ماني حاطة سماق لأن في كاري وأحس نكهة الكاري مع السماق ما تمشي. سوري ماي سيستر يعني، بس وجهة نظر. تبون تحطون انتو حطوا، يعني لونه مرة جميل، مرة مرة جميل. أي صوص رانش عندك حطيه بهذا الشكل، ما ودي أخربها لأنها حق صيام زي ما انتو عارفين، ونسوي حصة تذوق ونسوي مدري وشو، فما ودي أخربها الحين، بس هي لذيذة يعني، ريحتها وشكلها كذا مرة لذيذة. نسوي لها جلسة تصوير وناكلها. طبعا تقدرين تاكلينها مع باستا، تقدرين تاكلينها مع رز، تقدرين تاكلينها مع خبز، احنا بناكلها مع خبز. راح الآن نحط في الصحن ونجيب الخبيزة ونتذوق. تعالوا نشوف حصة تتذوق. يا سلام، يمديكم على اللذاذة. لذيذ خرافي يا جماعة، خرافي، لازم لازم تجربونها.